بدأنا قبول أول دفعة بالفعل في 2013. دي دفعة اللي هتتخرج السنة دي. اللي هتخرج السنة دي إن شاء الله. وتم افتتاح الكلية في فبراير 2014. يعني إحنا القانون صدر في يوليو واستقبلنا أول دفعة، الدفعة رقم واحد طب في أكتوبر، وبعديها تم الافتتاح والطلبة موجودين جوه الكلية بسيادة المستشار عدلي منصور مع سيادة فريق أول فتح السيسي في هذا التوقيت. ده كان حقيقة يعني ثمرة الدعم الفكري أنا بقول عليه ده، أنه يطلق صراح للعقول أنها تأتي بجديد للدولة. كلية الطب زي ما حضرتك ذكرت هي ماسكة ملفين مهمين جدا، هو ملف التعليم الجامعي، وطبعا بتطلع الناس اللي هياخد بالهم من الصحة. فاحنا مسؤولين عن ملفين مهمين جدا للدولة، ودي طبيعة أي كلية طب في مصر أو في أي حتة، إنها مسؤولة عن تعليم وصحة في نفس الوقت. طيب الـ الـ الوقت فيه دفعتين، يعني في اللي هم نظام 6 سنين وفي طلبة بالضبط. هو السنة اللي فاتت في شهر مارس صدر قرار دولة رئيس الوزراء بأن الدراسة تكون 5 سنوات وسنتين تدريب عملي اللي هي بنقول عليه الامتياز.